تبدعها بشكل كامل او تموضعها بشكل كامل في وسط مسار في وسط في في مسارها في وسط المجرى الملاحي ومن خلفها القاطرات التي شاركت في اخراجها من هذه الازمه. يعني نرى خلفها حوالي 6 قاطرات وربما امامها بقيه القاطرات، نتحدث عن 15 قاطره ساعدت في اخراج هذه السفينه عبر عمليه تقنيه وهندسيه ومساحيه في منتهى الدقه والاتقان قامت بها هيئه قناه السويس. وايضا كان هذا هو السيناريو الثاني، وكان السيناريو الاول والذي بدا مبكرا هو سيناريو التكريك عندما تم العمل، وهي يعني مهمه يعني تحدث للمره الاولى، هو دمج سيناريوهي التكريك والقطر او المناورات الشد معا بهذه الطريقه وهذه الكيفيه وبهذا التناول للسفينة. لربما بدأ بتحرر مؤخر السفينة الذي شاهدناه منذ صباح اليوم والذي ابتعد عن الشاطئ بعد أن كان 4 أمتار، تجاوز 100 متر وثم عاد لأقل من 100 متر، ربما 40 متر من الشاطئ وعاد إلى 100 متر مرة أخرى. كل هذه المسافات التي تقترب وتبتعد هي جزء من مناورة الشد التي ساعدت بالفعل مع بدء العمل في فترة المد الثانية، ساعدت بالفعل على تحرك مقدم السفينة لتتخذ الإيفر جيفن موقعها أو مسارها في وسط المجرى الملاحي بقناة السويس. يتقدمها القاطرات عادل عزة ومصطفى محمود وعبد الحميد يوسف التي شاركت في هذا الإنجاز الكبير، ومن خلفها أيضا قاطرات بورسعيد 1 و2 وبركة 1 وALB الهولندية وكارول ماجنو الإيطالية. يعني كل هذه القاطرات ربما تحتفي عن طريق هذه الصفارات التي نسمعها بهذا الحدث الكبير، كما أنها أيضا تقوم بإرشاد السفينة لطريقها. لم ينحل الحبل بعد الذي يربط السفينة بالقاطرة الأمامية، ربما ستظل هذه نقطة الاتصال بين القاطرة وبين السفينة حتى تأخذ السفينة مجراها أو مسارها الطبيعي من أجل أن تتحرك إلى البحيرات، ومن ثم يتم معاينتها والعمل عمل الفحص الفني لها. يعني هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة. ربما يعني تبتعد السفينة قليلا عن نظرنا، هو أمر جيد، يعني نريد أن نبقي على الصورة وعلى تتبع السفينة، لكننا أصبحنا لا نستطيع أن نلاحقها حتى هذه اللحظة. سنحاول أن نقترب أكثر، ولكننا نرصد في هذه اللحظة القاطرات الخلفية التي ما زالت خلف السفينة تدفع بها إلى مسارها الطبيعي. هذه القاطرات التي نشاهدها الآن كما تظهر الصورة بشكل واضح وبشكل جيد أمامنا، هذه القاطرة الكبيرة ALB هي قاطرة هولندية جاءت مساء أمس، وعن يمينها قاطرة بورسعيد 1 ومن خلفها قاطرة البركة 1، بينما تلحق بهم قاطرات مصطفى محمود وعبد الحميد يوسف وقاطرات الخدمة التي تتبع هيئة قناة السويس. ما زال موكب القاطرات، إذن هذه السفينة يتم تزف الآن بموكب قاطرات أمامي وخلفي حتى تأخذ مسارها الطبيعي في المجرى الملاحي لقناة السويس. يعني هذا هو المشهد الذي ننتظره، كنا ننتظره جميعاً.